استاذ الدكتور عمرو الحديدي، استاذ طب الحالات الحرجه وامراض القلب، كليه طب قصر العيني، وعضو مجلس اداره الجمعيه المصريه لامراض القلب، وعضو شعبه الاسطره التداخليه. اللي انا عايز اقوله التدخين طبعا من العوامل التي تؤدي الى مشاكل كثيره جدا، ومن ضمنها تصلب الشرايين. وعوامل اخرى اللي يهمنا بقى في خصوص القلب هو الشريان التاجي. الشريان التاجي من الشرايين اللي هي بتغذي عضله القلب، وهي التي تتاثر بالتدخين مباشرة. والمشكلة كمان ان التدخين مش بس كده، المشكلة ان المريض او الانسان بيبقى عنده كذا عامل، في عوامل نقدر نغيرها وفي عوامل ما نقدرش نغيرها، زي العوامل الوراثية، زي الحاجات اللي انت ما تقدرش تغيرها في الانسان. الحاجات اللي ممكن تغيرها او تعملها ان انت توقف التدخين، وبالتالي التدخين بيسرع عملية تصلب الشرايين، وبالتالي بيساعد اكتر على انسداد الشريان التاجي. واحنا عارفين قصور الشريان التاجي بينتج نتيجه ان بيحصل ضيق في الشريان المغذي لعضله القلب، وبالتالي التدخين هيعمل ايه؟ هيخلي اكتر ان السرعه في هذا التصلب اللي بيحصل الطبيعي اللي بيحصل، يعني هو التصلب اللي بيحصل طبيعي لكن بيزيد اسرع جدا مع عوامل التدخين، ومع وجود حاجات تانية كمان زي السكر والضغط، واللي هي عدم استقرار ارتفاع السكر وارتفاع الضغط وعدم الرياضة. واللي أنا عايز أقوله كمان مهم جدا، إن احنا نبقى عارفين إن الإقلاع عن التدخين من أهم العوامل اللي بتساعدك على الحفاظ على شرايين القلب، وبالذات كمان لو كنت أنت فعلا عندك مشكلة في شرايين القلب لازم تبطل، لأن لو ما بطلتش هتزيد أكتر، والعرضة يحصل جلطات تاني ويحصل انسداد تاني، ولا قدر الله ممكن تحتاج إن أنت تعمل توسيع بالوني تاني وتركب دعامات، وبالتالي المشاكل عمالة تتكرر، مع إن الحل بسيط وسهل إن أنت توقف التدخين تماما. هتلاقي إن الدنيا اتحسنت، نفسك اتحسن، قدرت تعمل رياضة، قدرت تظبط سكرك، قدرت تظبط ضغطك، وابتديت تلاقي كل اللي حواليك اتظبط. وهي المشكلة إن أنت مشكلتك مش قادر تبطل التدخين. إذا مش عارف تبطل التدخين حاول تشوف الدكتور يساعدك ازاي تبطل التدخين، لان ده هو الحل الوحيد لقلب سليم.